الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية منابا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله. أصحاب المعالي والسعادة والسمو، أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء، السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الأزهر الشريف هو ملتقى أبحر الشريعة، هو ملتقى أبحر علوم الشريعة ومجمع أنهار المعرفة والثقافة. إليه تهوي أفئدة الدارسين، وفي جنبات رحابه الفسيح تحط رحالهم، يفدون إليه من كل فج عميق ليتعلموا صحيح الدين ووسطية الإسلام، ولينهلوا من يعبوبه الصافي، ثم يعودون إلى بلادهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبهذا أيها السادة، أشرقت شمس الأزهر في أرجاء المعمورة قاطبة، فأينما حللت شرقت أو غربت ألفيت سفراءه في كل مكان كالنجوم الذاهرة والمصابيح الساطعة والظل الظليل الذي يفيء إليه كل باحث عن الحقيقة. السادة الأعزاء، وعلاقة الحرمين الشريفين بالأزهر الشريف لها خصوصية وتفرد، ففيهما سطع نور النبوة، وفي جنباتهما تنزل الوحي، ومنهما سرت أنواره فأضاءت أرجاء الكون قاطبة، وشاءت إرادة المولى عز وجل أن يطلع الأزهر الشريف بأمانة تبليغه وتجلية أحكامه وتقديمه للدنيا كلها في صورته الصحيحة، فقام بأمانة الدين خير قيام، ونهض بميراث النبوة 1000 سنة أو يزيد. فما من مدرسة من مدارس العلم في العالم إلا وتستقي منه وتدور في فلكه. وخادم هذين الحرمين الشريفين هو حكيم العرب بلا منازع، نظر نفسه لخدمة دينه ووطنه وأمته فأوفى وتصدق، تجاوزت مواقفه الإنسانية النبيلة حدود الزمان والمكان، فكانت تعبيراً صادقاً عن سماحة الإسلام وتحضره. وسيظل التاريخ يذكر بكل الإعزاز والتقدير وقفته مع مصر ضد من أرادوا اختطاف الإسلام ورسالته السامية وأهدافه النبيلة لأغراض سياسية ما أنزل الله بها من سلطان. السادة الأعزاء، إن منح الدكتوراه الفخرية من الأزهر الشريف أمر عزيز ولا يكون إلا لعزيز، ولا أدل على ذلك من أنه على مدى نيف 30 عاماً مضت لم تمنح هذه الشهادة إلا لشخصيتين اثنتين فقط. فهذا التكريم المرموق إنما ينبني على أسس موضوعية ورؤية واقعية هي أبعد ما تكون عن المجاملة، فالأزهر لا يجامل أحداً، وإنما يتصرف بوحي من ضميره وإحساسه الصادق بأهمية المواقف التي تؤهل صاحبها لهذا التكريم. وبناء على هذا وتأسيسا عليه وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين ومواقفه النبيلة من قضايا الإنسانية عامة ومن الشعب المصري خاصة، يسرني أن أعلن أمام حضراتكم
قرار الأزهر الشريف منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة الأزهر لتكون تعبيراً صادقاً عن أسمى آيات التقدير والامتنان لشخصه الكريم ولمواقفه النبيلة التي أظهرت سماحة الإسلام وتحضره، تعبيراً نابعاً من وجدان أستاذنا وشيخنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، ومن خلفه جموع الأزهريين في كل مكان، بل وجموع المصريين الذين يباركون هذا التكريم لما يحملونه للملك المفدى من أسمى معاني الود والاحترام والتقدير. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي رئيس جامعة الأزهر الذي أحسن التعبير عما في صدورنا جميعا. والآن مع كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية نائبا عن حضرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب المعالي والسعادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية كلمتي أن أنقل تحيات وتقدير وشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله لفضيلتكم ولكافة أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للأزهر الشريف لاتخاذهم قراراً بمنحه أيده الله شهادة الدكتوراه الفخرية، تقديراً من المجلس الموقر وأقتبس لدور خادم الحرمين الشريفين البارز واهتمامه الدائم بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتثميناً لما يقوم به نحو مصر الشقيقة. وقد شرفني سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله باستلام شهادة الدكتوراه نيابة عنه، وكم يسعدني أن أتسلم هذه الشهادة في مشيخة الأزهر الشريف وفي قاعة الشيخ محمد عبده يرحمه الله. هذه القاعة التي يفوح منها عبق التاريخ المجيد. إن 1060 من حياة الأزهر الشريف بما تحمله من تراث زاخر بالعلوم ومناهج علمية رصينة ومواقف مطنية مشهودة ورؤية حضارية ثاقبة كانت كفيلة بحفظ مسيرته من الانحراف أو الانجراف وسط تعاقب الزمان وتقلب الأحوال. وهذا الإرث الحضاري الكبير يضع على كاهل الأزهر الشريف تحمل مسؤوليات عظام وعباء جسام في مواجهة ما ابتلينا به
في زماننا هذا من تعصب وطرح تعبوي دعائي يكتسي الدين في ظاهره زورا وبهتانا ليضفي على نفسه شرعية كاذبة، ويسعى حثيثا لإخراج منتج فكري متطرف ينفث الإرهاب في كل فضاء ولا يرتكز في مضمونه ومسعاه على أساس من العلم أو الدين أو الخلق. والاستعانة بعد الله بما كان ولا يزال يقوم به هذا الصرح الكبير من دفاع عن الإسلام كشريعة سمحة ومنهج حضاري لمواجهته هذه الظواهر والتيارات التي أساءت للإسلام وأدت التغرير بصغار السن وضعاف النفوس واضطراب أفكارهم. فضيلة شيخ الأزهر الجمع الكريم، أجد لزاما علي في هذا المقام أن أكرر ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عند تسلمه الدعوة، أن كل ما يقوم به لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم ما هو إلا واجب عليه كمسلم شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين، وتعبيرا عن حرصه على بذل المال الغالي والثمين لخدمة الإسلام والمسلمين. إنما قام به سيدي خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه تجاه مصر الحبيبة إنما يجسد محبته لها ولشعبها وحرصه على أمنها واستقرارها وعدم تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية في إطار حرصه الدائم على أمن واستقرار كافة الدول العربية الشقيقة. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري راجيا من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على كلمته التي عبرت حقيقة عن خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية. والآن مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم حضورا كريما وضيوفا أعزاء كراما على مصر وعلى الأزهر الشريف. وإنه ليوم سعيد مبارك أن نستقبلكم هنا في هذا الصرح الشامخ العريق من صروح العلم والفكر والثقافة الإنسانية العالمية. نستقبلكم في رحاب الأزهر الشريف، المعهد العريق الخالد على وجه الزمن، والذي مضى عليه اليوم أكثر من 1050 عاما من عمر التاريخ، وهو يطلع بمهمة نشر العلم النافع والمعرفة المنضبطة بقواعد الوحي الإلهي والعقل السديد الراشد، ويقوم على حراسة الإسلام وما يشعه هذا الدين الحنيف على الإنسانية جمعاء من هدي ورحمة وخير وسلام.
وإن الأزهر الشريف الذي يستقبلكم اليوم أيها السادة ليسره كل السرور ويسعده غاية السعادة أن يجتمع رموزه وكبار علمائه وأساتذته لتكريم رجل من رجالات العرب القلائل المعدودين ومعلم شامخ من معالم التاريخ العربي الحديث وقائد حكيم مخضرم مستوعب للمخاطر التي تحدق بأمته في الداخل والخارج ومتيقظ للمؤامرات التي تدبر لها بليل من قوى البغي والشر. ذلكم هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي لا يتسع الوقت الآن لسرد ما قدمه جلالته من خدمات عظمى للإنسانية جمعاء دون أي تفرقة ودون مراعاة لأي اعتبارات دينية أو طائفية أو مذهبية وفي شتى مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان ونخص منها بالذكر والتقدير جهوده المتواصلة في التصدي للإرهاب الأسود الذي ابتليت به هذه الأمة بل ابتلي به العالم بأسره. هذا الإرهاب الذي لا يخجل أربابه من ممارسة الذبح والقتل وقطع الرقاب وبث الرعب والخوف والتخلص من الآخرين وإبادتهم في وحشية لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. ومن المؤلم أن ترتكب هذه الجرائم اللا إنسانية تحت دعاوى الخلافة وإعادة الدولة الإسلامية وباسم الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين السلام بين العالمين أجمعين عربهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم إنسانهم وحيوانهم نباتهم وجمادهم. بل من المحزن غاية الحزن أن هؤلاء المجرمين استطاعوا أن يصدروا للعالم صورة شوهاء مفزعة عن الإسلام والمسلمين حتى قرأنا فيما نقرأ أن من بين أسباب انتشار الإلحاد المعاصر واندلاع الحقد الغربي الصهيوني الجديد ضد الإسلام والمسلمين هذه المناظر المرعبة التي تبث باسم الإسلام وهذه العمليات الوحشية اللا أخلاقية التي تنفذ مع صيحات التكبير والتهليل. ولو أن أعداء المسلمين اجتمعوا جميعا ثم راحوا يستنفذون كل طاقاتهم لمكيدة الإسلام ما بلغوا معشار ما بلغته هذه الجماعات الإرهابية في كيدها للإسلام والمسلمين وتشويه صورتهم في مرآة الفكر الغربي المعاصر. وإننا لا نشك لحظة في أن هذه الجماعات الأصولية الإرهابية ومن وراءها أيا كان اسمها أو مسماها أو اللافتة التي يرفعونها كل هؤلاء إنما هم صنائع استعمارية جديدة تعمل في خدمة الصهيونية العالمية في نسختها الحديثة وخطتها لتدمير الشرق وتمزيق المنطقة العربية. وشاهدنا على ذلك هذا التلكؤ وهذا التثاقل الغرب الأمريكي في التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية وذلك بالمقارنة بالهجوم الغربي مثلا وانقضاضه على دولة العراق عام 2003 وتفكيك الجيش العراقي وتسريحه في زمن قياسي وبأسباب ملفقة وتعلات كاذبة واعتذارات تنبئك بأن القوم هناك لا يفهمون من معنى الأمن والسلام وحقوق الإنسان إلا أمنهم هم وسلامهم هم وحقوق الإنسان الأبيض دون غيره من بقية الناس. ونحن هنا لا نقصد بطبيعة الحال الاسترسال في الحديث عن تناقضات الغرب
أو البون الشاسع بين قوله وفعله، ولكن لنذكر بأن خادم الحرمين الشريفين الذي نجتمع لتكريم جلالته اليوم كان يملك رؤية استراتيجية دقيقة، استطاع من خلالها أن يضع صناع القرار في الغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية، وذلك حين حذرهم منذ بضعة أيام خلت من أن هذا الإرهاب الذي يحسبونه محصورا داخل بلدان العرب سوف يطل برأسه القبيح في أوروبا بعد شهر وفي أمريكا بعد شهرين. وقد جاء هذا التحذير السعودي ليؤكد على تحذير مصري سابق أطلقه بدوره رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، ووجه من خلاله أنظار العالم إلى أن المنطقة العربية تشهد الآن تدميرا منظما في سوريا والعراق وليبيا. وقد آتى هذا التحذير العربي من قادة أكبر دولتين عربيتين، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، آتى أكله وثماره سريعا، حيث حدث تحول في موقف الغرب في التصدي لهذا الإرهاب السرطاني الذي تمدد في جزء من جسد الأمة العربية. وقررت أوروبا وأمريكا الاستجابة للتحذير السعودي المصري، وإن جاء التحرك الغربي من رحم الضرورات الخاصة والأغراض الشخصية، ولم يجئ للأسف الشديد من رحم المبادئ الإنسانية والأخلاق العامة. أيها الحفل الكريم، إن المآثر التي أسداها خادم الحرمين الشريفين لأمته العربية التي حمل همومها ونذر حياته للذود عن حرماتها وأنف أن يقبل فيها الدنية وأبى أن يتاجر بها في أسواق الاستعمار الجديد أو يقبل فيها مساومة أو مفاصلة من أعداء يتربصون بها ويكيدون لها، أن هذه المآثر تتجاوز كثيرا حدود هذه الورقة مساحة وزمنا. وإذا كان ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقال، فإننا نشير هنا ولو من بعيد إلى بعض هذه المآثر التي تأتي في مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين، والتي تكلفت 25 مليار دولار، وزادت من طاقة استيعاب المسجد الحرام لمليوني مصل و100,000 طائف في الساعة الواحدة، واستيعاب المسجد النبوي الشريف لمليون و600,000 مصلي، وكذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي أنشأه خادم الحرمين في المملكة حين كان وليا للعهد، وأيضا مبادرة الحوار بين أتباع الأديان وبين الثقافات، والذي انعقد في مدريد عام 2008، ثم مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات، والذي دشن في العاصمة النمساوية فيينا في العام الماضي. وهذا الإسهام الكبير بمبلغ 200 مليون دولار في تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عامي 2011 و2013، والمساعدات الإنسانية المالية الضخمة لإعمار غزة ومساعدة الشعب السوري والشعب العراقي. وقد كرم برنامج الغذاء العالمي جلالة الملك بمنحه جائزة البطل العالمي عام 2900 تقديرا لتبرعات جلالته السخية لمكافحة الجوع في العالم، وكل هذا قليل من كثير يضيق عن ذكره وتعداده المقام. وانطلاقا من قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف
بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية وأبقاه ذخرا وسندا للإسلام وللعرب والمسلمين. شكرا لحضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الدكتور محمد عبد الشافي رئيس جامعة الأزهر بتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ليمنحها إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ويتسلمها نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. أيها السادة من مكة المكرمة، فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني المشرف العام على مشروع السلام عليك أيها النبي، ويلقي قصيدة بعنوان دكتوراه في الحب والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا وسام مودة ووفاء يهدى إلى ريحانة الزعماء، هذه وثيقة أمة عربية وهتاف شعب طيب معطاء، وشهادة من صرح مجد باذخ متصدر للقمة القعساء من مصر من أرض الكنانة، إنها مهد العلوم ومحضن العظماء، كم من نبي بث نور هداية منها، وكم من سادة خلفاء، كم من زعيم هز أسماع الورى بفعاله العظمى، ومن فقهاء كم من إمام عامل متألق فاضت مآثره على الأرجاء، ومفسر ومحدث ومنظر وحكيم أقوال، ومن قراء كم من ذكي مبدع متفوق ومفكر ومؤرخ وروائي، كم من أديب بارع لبيانه سحر، وكم من ملهم الشعراء. وعطاء فنان يهز بفنه أرواحنا، كم من رموز بناء، ماذا يقول الشعر يا من فضلها وعطاؤها كحدائق غناء. مصر العروبة عزنا وفخارنا في المجد في السراء في الضراء، مصر الكنانة أم كل فضيلة وزلال حب يانع وصفاء، يا قادة البلد الحبيب تحية منا مزينة بعطر حراء وعبير زمزم. يا قادة البلد الحبيب تحية منا مزينة بعطر حراء وعبير زمزم والمقام وطيبة، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، بلد النبي المصطفى وقباء، من دولة الحرمين عنوان النهى
وعبير إيمان وفيض سخاء، تكريم قائدنا الحبيب رسالة تسمو بعطر مودة وإخاء، شرف لنا بل للشعوب وكل من يهوى دروب السادة الشرفاء. يوم طربت له وهز مشاعري فأتيت أعمره بعذب غنائي. للقائد الأعلى أزف تحيتي وزلال أوزاني وشهد حدائي، بلدان عملاقان حين تصدر للمجد نلنا عيشة السعداء. يا أزهر التاريخ قدرك سامق وسلاف نهجك مؤذن بشفائي. مضت القرون وأنت ظل وارف تزكو النفوس بعلمك الوضاء. سمت وحسن سياسة شرعية تزن الأمور بحكمة وذكاء. سطرت للدنيا روائع لم تزل أنوارها تسمو بحسن ضيائي. واليوم أنت منارة بشموخها ورسوخها تزهو على الجوزاء. هذا الإمام الطيب السمح ارتقى بتعقل، هذا الإمام الطيب السمح ارتقى بتعقل وتعفف وصفاء، ومضى يسطر للرقي مآثرا بصموده وبفكره البناء. يا خادم الحرمين نلت شهادة من قلعة في العلم والإفتاء. هي رمز إجلال ومهر محبة وعبير شكر مفعم بثناء. يا خادم الحرمين ألف تحية ممزوجة بمحبة ودعاء. بوركت يا فيض المودة والرضا والخير والإحسان والآلاء. ملك حباه الله صدق توجه وتعلق بمكارم الأشياء. مثل لعشاق السلام وحامل لكرامة الإنسان خير لواء. فيض من الخلق الكريم وقصة من شيمة ومروءة وإباء. لما اشتكت مصر الحبيبة همها أعلنت موقف حزم استثنائي. لما اشتكت مصر الحبيبة همها أعلنت موقف حزم استثنائي. وأدرت بوصلة الأمور بحكمة نحو السلامة من لظى الأهواء. في فتنة عمياء ليس لمثلها إلا عقول السادة الحكماء. في فتنة عمياء ليس لمثلها إلا عقول السادة الحكماء. والرشد والفكر المنير عطية للمرء من ذي الفضل والآلاء. لا تيأسي يا مصر سوف ترين ما ترضينه من عزة ونماء. يا قلعة الإسلام كم من محنة في طيها جسر إلى السراء. فامضي بعون الله في ثقة بما يسديه ثم بأهلك الأكفاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي إلى البرية رحمة وشريعة الباري فيوض هناء. الدين إحسان وصدق مودة وأمان أرواح ونهر نقاء. والعنف والإرهاب داء فاتك ولباس خوف مرعب وشقاء. بعث النبي متمما مثل الرضا والطيبات بملة الحنفاء. أتباعه من كان يحمل سمته في الصدق في الإخلاص في الآراء. تحيا به الأرواح تطرب سلوة لربيع أخلاق وعطر حيائي. كالغيث صفوا كالنجوم تألقا كالبدر للسارين في الظلماء. يا مصر يا نبض الحنان ويا شذا خلق التسامح يا شذا الكرماء. إن اتحاد الصف يثمر قوة وحضارة وخطا إلى العلياء. والمؤمنون كمثل جسم إن شكى عضو تداعى سائر الأعضاء. والمؤمنون كمثل جسم إن شكى عضو تداعى سائر الأعضاء. يبقى فؤاد الأم رحبا حانيا مهما رأى من جفوة الأبناء. والعفو من شيم الكرام وإنما رحمات رب الكون للرحماء. يا مصر إني عاشق متودد وهواك يسري كالشذا بدمائي. إني أنادي فيك فكرا نيرا وصفاء وجدان بخير ندائي. كوني كعهدك قدوة في كل ما تهفو إليه ضمائر النجباء. السلام عليكم.
أحسن فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني ختام هذه الاحتفالية. نشكركم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله.